نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الأحد 1 شباط 2015. من دون مقدمات طويلة وبعد تطورات الأسبوع الفائت وأهمها عملية الرد في مزارع شبعة ومواقف سيد حسن نصر الله، تتجه الأنظار إلى الأسبوع المقبل وما سيحمله من تداعيات بدأت تظهر ملامحها في بعض الردود التي أطلقها أمس الرئيس فؤاد السنيورة عاشية انعقاد الجلسة الخامسة للحوار، بالإضافة طبعا إلى انشغال الداخل ببعض الملفات الأخرى ومنها حياتية ومعيشية اجتماعية، من أيضا من ما يتعلق بملف الحوض الخامس في المرفأ وكازين وغيرها من ملفات ستطرح أمام أيضا مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل. أما التطورات في الخارج وفي الإقليم فهي أيضا كثيرة. كان آخر ما حصل هو إعدام داعش للرهينة الياباني، ثم ما حصل في مصر أيضا و القرار الذي اتخذته المحكمة باعتبار كتائب عز الدين القسام هي منظمة إرهابية، وغيرها طبعا مما يتعلق بالأزمة السورية، وهي يمكن منها تتفرع كل هذه المشاكل الأخرى. سنطرحها اليوم في برنامجنا نهاركم سعيد مع ضيفنا الأستاذ سركيس نعوم الكاتب السياسي. نهارك سعيد، أهلا وسهلا فيك أستاذ سركيس. راح نروح بالبداية بجولة سريعة اليوم الأحد، أسرع بتكون من غيرها لأنه بيكون طريق كتير فاضي بمختلف المناطق. بصي الدورة عم نشوف ضغط باتجاه نهر الموت، غريب بهيدا الوقت عشان التلج أو لك رايحين على التلج بكير، التقس حلو. معقولة عنا على جسر شارل حلو حركة سير عادية، ساحة سيسين كمان ما في شيء، الحمراء كتير خفيفة، كمان كورنيش المزرعة حركة سير خفيفة، طريق المطار عادية، وصيدا كمان كتير عادية. يعني طبعا هي رح نبلش من قصة يعني طبعا عملية مزارع شبعة وغيرها. حضرتك كتبت بهذا الموضوع واعتبرت أنه لبنان لن يكون ساحة الرد القاسي، ولكنه كان ساحة الرد. لم يكن ساحة الرد القاسي، ساحة الرد بس مش القاسي بركي. لا حتى مش ساحة الرد. كيف يعني؟ المجتمع الدولي يعني اشتغلوا حزب الله وطبعا معهم الإيرانيين لأنه امتزج الدم، يعني ممتزج أساسا الإيديولوجيا وبعدين إجا امتزاج الدم. مزارع شبعة في الخرائط الدولية بتقدير مش بتقدير، بقرار كمان من المجتمع الدولي والأمم المتحدة استنادا إلى خرائط الموضوعة منذ الاستقلال وأيام الانتداب، مزارع شبعة سورية. ولما صارت حرب 67 واحتلت هذيك المنطقة، لبنان لم يطالب، ما قال أنه هذه مزارع لبنانية، وبالتالي صارت كل إجراءات الأمم المتحدة وبعدين 73 كله ظل معتبر أنه هذه القصة سورية. لم يتذكر اللبنانيون، وأنا بتلك الفترة يعني لما بلشت تطلع مزارع شبعة وقصة مزارع شبعة، سألت أحد اللي مرقوا على وزارة الخارجية من العمالقة في لبنان وهن قلال، قال لي ما في شيء بوزارة الخارجية، ما في دوسيه، ما في ملف، ما في ورقة عن مزارع شبعة. مش عم أقول لك إنه هاي مش لبنانية أو لبنانية، بس إنه هذا أمر لم يكن مطروحا في لبنان. تذكروا لبنانية مزارع شبعة اللي أنا بعتبرها لبنانية نهار اللي أخرجت إسرائيل بواسطة المقاومة سنة 2000، وبالتالي خوفا من أن تبدأ المطالبات الداخلية والخارجية أنه خلصنا. وكان الرئيس الهراوي الله يرحمه عمل تصريح أو خطاب أنه أنا أضمن أنه نهار اللي بتفل إسرائيل تنفيذا القرار 425 ما في طلقة رصاص تطلع. نعم. ما في مصلحة كان لسوريا بتلك الفترة ولا إيران أنه العمل العسكري والسلاحي والتنظيمي لحزب الله أنه يتوقف. فطلعت قصة مزارع شبعة، وبالتالي يجب أن تستمر المقاومة لأنه بعد في قسم من الأراضي اللبنانية محتلة. بس هي على الأقل يعني هي هلأ منطقة متنازع عليها، ما فينا نقول أنها منطقة لسورية ولا لبنانية، متنازع عليها نحن والسوريين مش نحن والإسرائيليين. الاحتلال الإسرائيلي بيقول هيدي أرض سورية، المجتمع الدولي بيقول أرض سورية، السوريين بيقولوا لبنانية، بس ما بيعملوا أي جهد لحتى يقدموا إثباتات ويرسموا بشكل ما الحدود حتى يقدر لبنان يقول هي أرض متنازع عليها بيني وبين الاحتلال الإسرائيلي. ما عم أقول هيك لأقول أنه ما لزوم المقاومة، ولكن لتوضيح أنه حزب الله
لم يخرق قواعد الاشتباك. حزب الله قال انه عم بيحارب او عم بيقاوم لانه بعد في مزارع شبعة محتلة. رد دوليا بوفق القانون الدولي، رد بسوريا على ضربة جته من اسرائيل بسوريا. بالمعنى القانوني هيك صارت الامور. بس يعني الجبهة اليوم واحدة لبنانية سورية على تلك الحدود طبعاً. يعني اليوم ما بقى فينا يعني خلص، وحكي سيد نصر الله وثبت هذا الموضوع، وبالتالي صار اي شيء بيحصل بلبنان او بسوريا مرتبط، يعني هو ساحة واحدة خلص. هلا صار اي شيء بعد هاي العملية، اي اساسا بعد التدخل وتورط حزب الله بالموضوع السوري والحرب السورية، خلص صارت الجبهة واحدة. وبالتالي اي شيء بده يصير بالجبهة السورية عامله حزب الله ضد إسرائيل بده يرد على لبنان والعكس صحيح. هاي مرحلة جديدة بدأت. نعم. ولكن حزب الله كل اللي عملوا بالخطاب اللي قاله سيد حسن امبارح، رغم كل الردود الفعل اللي ممكن تكون محقة، يعني أنا ما عم ناقش حق يعني مدى حق الناس بالرد بهذه الطريقة، بس أنا يعني بقول هذا الشعور بالتفاجؤ بالذي حصل أولا ما لازم يكون موجود، لأنه بخطاب السيد حسن قبل يومين كان خطابا السيد حسن صادق، ولأول مرة مش لأول مرة يكرر، ولكن هالمرة بوضوح وشفافية كبيرة كل مواقفه يلي بيعرفوها اللبنانيين وبيعرفوها فريق 14 أدار اللي اعترضوا مبارح وصار فيه عدة اعتراضات ومنهم خطاب الرئيس سنيورا. يعني اللي بدي أقوله أنه هذا موقف غير مفاجئ وهذا أمر متوقع، وكل شيء هلأ طبعا 14 أدار له موقف مختلف، نص اللبنانيين لهم موقف مختلف. نعم. هاي بدها معالجة. أما أنه إعلاء الصوت والصرخة وأنه يا لطيف وشو عمل السيد حسن، السيد حسن ما عمل شيء، إجا قالكن ولكن هالمرة مش بالتقصيد. نعم. إجا قالكن بصراحة وبوضوح هاي سياستي، كل عمرنا بنعرف وكلنا كتبنا وحكينا انه واللي عارفينه واللي على اساسه راحوا على الحوار حتى وحطوها على جنب وراحوا وشالوها على جنب. يعني لما كيف انت بتقبل اذا انت عن جد معترض على هذه المواضيع وبهالحد هاي، كيف بتقبل انت مع حزب الله انك تحاوره بالوقت يلي بتشيل المحكمه وبتشيل السلاح وبتشيل التدخل بسوريا؟ نعم. طيب شو عشو بدك تحاوره؟ لكن انت شو حد عندك؟ يعني برايك انه عبر رئيس النيور عن موقف اليوم، كمان الرئيس الدكتور احمد فتفت كمان كان عنده موقف في الشرق الاوسط بيقول انه كلام نصر الله ينسف مصداقيه الحزب ومشانه تأزيم الوضع السياسي بعدما كان الحوار انطلق لتهدئه الاوضاع وتنفيس الاحتقان. اول شيء الوضع السياسي في لبنان مؤزم، والتكاذب هو اللي عم بيخلي يقول انه نحن بدنا نحاول نعمل حوار لحتى نفك التأزم. هذا التأزم ما في شيء بفكه طالما الموضوع السوري غير محلول، وطالما التورط اللبناني العسكري من ميل والعاطفي وبعض شوي الدعم من ميل تاني، هذا كله مستمر. نحن صرنا جزء، كنا ولكن هلأ صرنا جزء من الحرب السورية بشكل كامل. طبعا ما امتدت الحرب السورية النار كحرب إلى لبنان، وإن شاء الله ما بتمتد حتى الآن، ولكن نحن جزء من هذه الحرب. هلأ الجديد بالموضوع أنه الصراع العربي الإسرائيلي، اللبناني الإسرائيلي، السوري الإسرائيلي هو اللي دخل جديد على خط هالأزمة القائمة بسوريا واللي صار لبنان جزء منها. بس ما هو يعني قد ما فيها يعني قد ما في لبنان عم بحاول ينقع عن نفسه. هلا دخل حزب الله إلى الميدان السوري، ولكن كان الخطر يعني يتأتى من قصة المجموعات المسلحة والتكفيريين إلى آخره. اليوم صرنا أمام خطرين كمان، يعني لأنه لبنان وإن كانت العملية حصلت على أرض تعتبرها سوريا مزارع شبعة أو يعتبرها ما بعرف الوثائق والمستندات دولي. يعني ولكن رد الفعل قد يدفع ثمنه لبنان، وبالتالي لا يمكن يعني الحديث عن انه يعني خلي حزب الله بيعرف شو لازم يعمل. لا بال 2006 مين دفع الثمن؟ انا ما عم بقول حزب الله بيعرف شو عم يعمل، بيعرف هو شو عم يعمل لان عنده سياسي وعنده استراتيجية. هلا انا ما بوافق على هالاستراتيجية، وفي فريق كبير من اللبنانيين مو بوافق على هالاستراتيجية، ولكن هذا الفريق من اللبنانيين غير الموافق عليها شو عم يعمل لحتى يواجه هذا الموضوع؟ هل بيقدر يواجه؟
هل عنده استراتيجية للمواجهة هو وحلفائه الإقليميين؟ مثل ما عندهم الآخرين حزب الله وحلفائه الإقليميين استراتيجية للمواجهة، هل الدول الكبرى يلي يفترض أنه هي بصف حلفاء 14 أذار هل عندها كمان استراتيجية للمواجهة؟ بالنهاية على ثلاث مستويات ما في استراتيجية للمواجهة، ما في تعبئة للمواجهة، ما في خطة للمواجهة. أنا ما أقول مواجهة عسكرية على الأرض اللبنانية، دائما جماعة 14 أذار وكل هذا الفريق المناوي إذا بدنا نقول لفريق 8 أذار وحزب الله وسوريا وإيران دائما يتصرف بسياسة رد الفعل، لأنه ما عنده القدرات لا التنظيمية ولا العسكرية، علما أنه هو بيقول ما بده عسكر، معه حق يعني، بس ما عنده لا القدرات التنظيمية ولا العسكرية ولا قدرات الحشد والتعبئة، ولا عنده رؤية سياسية لا أقليمية ولا داخلية، حتى حلفائه ما عندهم هذه الرؤية. طب بوضع من هذا الوضع شو بده يعمل؟ أنا مبلوم 14 أذار لما وسيكون مضطرا إذا إسرائيل قامت بأي عملية أو شينت أي هجوم على لبنان سيكون مضطرا بإدانة هذا الهجوم سيدين هذا الهجوم. ولكن عمليا شو اللي رح يصير؟ رح يعني أي هجوم إسرائيلي لا سمح الله على لبنان هجوم كبير سيزيد التفتت الإسرائيلي اللبناني وسيعمق الخلافات اللبنانية وربما يطلق شرارات الحرب الأهلية في لبنان من جديد. لأنه هذه المرة ب 2006 صحيح أنه كان في فريقين وفي خلافات كتيرة، ولكن عضوا اللبنانيين على الجرح واللبنانيتهم تغلبت واستقبلوا كل الناس بكل المناطق اللاجئين أو النازحين بسبب العدوان الإسرائيلي. طيب هاي المرة مين بيقلك انه هذا الاستقبال قد يحصل بقلب بنفس النية والقلب الصافي مثل ما كان بالسابق بعد الحزازات والحساسيات المذهبية؟ ساعتها اي مشكل بيحصل بيصير محلتين اثنين، من يضمن انه هذه المرة الدول العربية يلي قدمت اموال، صحيح انه ايران بعتت مصاري كاش من اجل مساعدة اللي انضربت بيوتهم لينتظروا او يستأجروا او كذا بانتظار اعادة الاعمار، بس من اعاد اعمار المناطق المتهدمة الجنوبية وغيرها؟ الدول العربية الخليجية، هذه الدول الان ليست مستعدة ان تصرخ فلسا ولو تدمر الجنوب اللبناني كله ويمكن كل لبنان. ثانيا رغم انه صحيح انه عنده فائض وعنده مليارات وغيره، ولكن البترول عم ينزل وصار عنده عجز بالموازنات. لذلك كله هون بدي ارجع لموضوع حزب الله واقول كلام السيد نصر الله نهار الجمعة لما قال انا منذ الان لم اعد اعترف بقواعد الاشتباك. هيدا ما بيعني انه هو راح يعمل مثل ما عمل بال2006 ورغم كل البروباغندا اللي طلعت بعدين الكلمة الحق سبقت طلعت عفويا على لسان السيد حسن، قال لو عرفت لو كنت أعلم، ولكن بالآخر صار ينقال أنه لا، لما طلع النصر أو منع إسرائيل من تحقيق أهدافها تحول كل الإعلام المؤيد لهذا الفريق الممانع المقاوم مدري شو بسميه كله يقول أنه لا هيدي مش قصة خطأ، هيدي إسرائيل اعتدت علينا لأنه هي كانت عم بتحضر لكذا وكذا وكذا. هلأ شو قال سيد حسن؟ قال سوف نخرق قواعد الاشتباك ولكن لم نعد نعترف بها. سقط. ولكن يعني رمى هذا الموضوع على الإسرائيلي عندما قال إذا اغتلتم غيلة فنحن سنرد بأي طريقة وكيف ما كان وأينما كان وغيره، يعني عم بيقول نحن لا نريد الحرب، يعني عم بيأكد أنه أنا ما رح روح على الحرب، يعني استدرجنا للحرب ونحن لا نخشى الحرب، ولكن إذا صار فنحن سنرد بالطريقة المناسبة. وهون ساعتها إذا رجعت إسرائيل ردت يعني نخرق أو لا يعني كل قواعد الاشتباك، يعني بعده لحد هلأ عم بيحاول يقول للإسرائيليين للمجتمع الدولي لللبنانيين أنه نحن ما بدنا نحارب إسرائيل. ولكن إذا هي خرقت القواعد أو استمرت بالقصص الاغتيالات فنحن ساعتها ما نكون مضطرين. وهذا أمر كان معروف من زمان. أنا بتقديري يعني قصة كيف قصة 2006 كانت خطأ في التقدير أنه مخطف والأرجح أنه إسرائيل بترد رد بسيط. اللي حصل يعني عم بيحاولوا هلأ ما يرتكبوا نفس الموضوع.
الوجود بالجولان هو جزء من الحرب السورية طبعا، وليس أنا برأيي وجودا لتأسيس سريع لمقاومة سورية حزب اللهية إيرانية لإسرائيل لمقاومة إسرائيل من الجولان. هذا موضوع أساسا الجولان صحيح فيه من النصرة بمنطقة، وحزب الله له منطقة على طرف الجولان، ولكن أنا ما بعتقد مثل ما قال السيد حسن، بس ما له مصلحة إلا يقول لو كان حقيقة في آلاف من عناصر جبهة النصرة في الجولان في هذيك المنطقة يلي بالنهاية ما أنا بعيدة عن القلمون السوري ولا عن الحدود اللبنانية حيث داعش، ما كان في داعش موجودة، كانت انتصرت النصرة على داعش. واللي عم نشوفه نحن بهاي المرحلة أنه داعش تنتصر على النصرة سواء بالحرب أو بإغراء الناس بالمال، لأنه هي عندها مال في وقت النصرة ما عندها هالرحرحة المالية. بس بالنتيجة شو كانت عم تعمل؟ لكن هذه المجموعة يعني بالقنيطرة، وإسرائيل عندما استهدفت هذه المجموعة استهدفتها بسبب يعني دورة في الأزمة السورية في مواجهة النصرة أو في مواجهة مش استهدفتها لأنه عندها عمل يعني في إطار المواجهة مع العدو الإسرائيلي مع إسرائيل. ما بعتقد أنه هي استهدفتها لأنه حزب الله عم يشارك في الحرب في سوريا إلى جانب النظام السوري. أولا أنا مش أكيد أنه إسرائيل بدأ أنه النظام السوري ينهار. أنا بعتقد إسرائيل انطلاقا من مقولة الشيطان اللي بتعرفه أفضل من الشيطان اللي بتتعرف عليه كانت تنطبق على سوريا برأي إسرائيل، سوريا حافظ الأسد وسوريا بشار الأسد. عندما بدأت الحرب استمر هذا الموقف وتلاقي المصالح، بقي في مصلحة لإسرائيل أن يستمر نظام الأسد، لأنه في 50 سنة من عهد هذا العهد عهد هذا النظام بقي الجولان هادئا، والتزم السوريون بكل الموجبات الأشياء المتفق عليها والمكتوبة. هلأ تساهلوا الإسرائيليين بهذا الموضوع مع الدعم السوري الإيراني للمقاومة وحزب الله في لبنان، وهذا أمر آخر يعني ما بيقدروا يلزموا السوريين فيه. السوري بيقدر يقول له ساعة اللي كان أنه أنا ما قالي على أهو لبنانيين. فصارت مصلحة إسرائيل أن يستمر التقاتل وأن بالنهاية الكل يقتلوا بعضهم و بينتهي دور سوريا، تدمر سوريا، وبعد 100 سنة لتقوم سوريا وتشكل خطر على إسرائيل. ولذلك ما ضربوا الإسرائيليين، الإسرائيليين بيخافوا أن يكون في تحضير إيراني عن طريق حزب الله لفتح جبهة بهذيك المنطقة. ما مشان هيك يعني إسرائيل تستبق أنه تملأ إيران وحزب الله يعني هذا الفراغ اللي عم ينشأ بالجولان نتيجة الصراع السوري، وبالتالي بدأت تحضر. ويعني هون كمان كان في كلام للسيد حسن نصر الله لا يجب إهماله عندما وصف هالمجموعات بأن هي ميليشيا لحد أو جيش لحد بالجولان، يعني عم تبرون عملاء لإسرائيل وبالتالي يتعامل معهم على هذا الأساس. يعني إسرائيل يعني عارف حزب الله عارف إيران أنه إسرائيل بدها تحاول تعمل شريط حدودي بهاي المنطقة من خلال بعض هالمجموعات. أولا ما حدا عارف إسرائيل شو ممكن تعمل أو شو بتقدر تعمل، لأنه بهاي المنطقة الأمور بعدها كتير مش واضحة. ولكن جزء من الكلام أنه هودي اللي على الشريط الحدودي تشبيههم بشريط لحد، يمكن في حد جزء بسيط من الصحة، لأنه الجرحى وكذا بيروحوا بيتعالجوا. والإسرائيليين لو كانوا عن جد بدهم أنه هيدي المجموعة تخلص كانوا بألف طريقة وطريقة ممكن يخلوها تخلص. بس خلينا نقول أنه حزب الله بموضوع أول شيء إسرائيل اللي اعتدت على حزب الله في الجولان. حتى الآن حزب الله من سوريا من الجولان مش هو اللي قام بأي اعتداء على إسرائيل. اعتدى على الشعب السوري، اعتدى كله هذا صحيح. إسرائيل اعتدت، هل اعتدت خوفا؟ هل اعتدت لأنه بالنهاية بدها تخربط الوضع بالمنطقة لأنه خايفة من تفاهم إسرائيلي أمريكي إيراني وبالتالي بدها تورط الكل بموضوع من هذا النوع؟ كل هذه أسئلة مشروعة. ولكن حزب الله بهذيك يعني استفاد حزب الله من ضرب الإسرائيلية لتحقيق أمرين. أول أمر أنه رد وبسرعة، ومثل ما قال السيد حسن يعني بهاي الأيام اللي فصلت بين العملية وبين الرد عليها
كان الوضع بإسرائيل والرأي العام ما بدي أقول خايف يعني الناس بتخاف أكيد. ولكن كانوا عم إنه طيب شو ممكن يصير لأنه إذا فتحت الجبهة بشكل واسع ما قالوا المصلحة بده يصير في دمار كبير على الميلتين. الشغلة الثانية وظف حزب الله هذه القصة لإعادة القول أو محاولة إقناع المسلمين في العالم العربي كلهم وثلاث يعني أكتريتهم سنة اللي صاروا ضده بسبب الحرب المذهبية والصراع المذهبي في المنطقة عم بيحاول يقول لهم يستفيد ويوظف ما جرى أنه أنا لازلت حزبا مقاوما لإسرائيل وأنا ما زلت مع الفلسطينيين في صف واحد ونحن يجب أن نكون صف واحد لأن عدونا المشترك إسرائيل. يعني عم يستعمل هذا الأمر بكثير من الكفاءة لحتى يرجع يقول أنه أنا مقاوم ووجودي بسوريا هو لحماية المقاومة لأن سوريا تتعرض إلى مشروع صهيوني إسرائيلي أمريكي. فمعناتها أنه الموضوع الإسرائيلي بالأساس في سوريا هامشي. اللي حصل هو بسموه هذا أكسيدان دو باركور بعتقد. يعني أنا بعتقد غلط الإسرائيلي لما عمل هاي العملية على الجولان. له حق من منطقه أنه يراقب وأنه يتحسب لأي شيء ممكن ينشأ لأي جبهة تفتح ضده. ولكن بنفس الوقت غلط لأنه نعمل رد عليه وبسرعة وكان رد مش قليل. وهو بنفس الوقت مش قادر يرد بحرب تعتبر أكبر. انه كان الرد هون برجع على موضوع الرد القاسي يعني هل بتعتبر انه الرد فعلا مش قليل وقاسي يعني نتيجه انه القاسي القاسي مش معناته دولي انه في بيروح 100 قتيل او 100 عسكري نعم. قتيل لو راح 100 عسكري قتيل علقت الحرب. الرد القاسي انه رد اجى بمنطقه سوريه نحن بنقول ان اللبنانيه مسيطر عليها اسرائيل كونفوا ميري يعني في استطلاع كامل يعني بعده حزب الله في لبنان كل وحداته اللي يعني لها علاقة مباشرة بالصراع مع إسرائيل بعدها كلها جاهزة وبعدها كلها موجودة حتى بمناطق اليونيفيل ومع المناطق اللي فيها وجود للجيش ما نضحك على بعضنا. هذه المناطق كلها لا يتزال يتحرك فيها حزب الله ولكن حيث يوجد اليونيفيل والجيش بيتحرك بخفر. فصارت هاي العملية انضرب 6 صواريخ كورنت بيقولوا هاي أنا ما بعرف بسلاح صواريخ متطورة إلى حد ما لا. وبالتالي أحرج الإسرائيلي بدل ما يكون هو صار إنه شو بيعمل إذا بده يروح بحرب كبيرة بيتذكر خاصة إنه ما يعني ما تباغت فيها الإسرائيلي لأنه الإسرائيلي كان متوقع إنه يجي رد من شي محل يعني المفروض أن يأخذ الاحتياطات. أي رد إذا عمل الإسرائيلي رد بخاف من تجربة بيريز بعتقد ب96 شيمون بيريز كان في عمليات عملوا وقتها عملية استمرت كذا يوم وصار في لجوء ونازحين وغيره ولكن كله بالجو. نتذكر كلنا مجزرة قانا مرشح على الانتخابات كان بعد فترة بدها تصير وكان حظوظه بالنجاح مش قليلة بسبب هاي الضربة والرد اللي عملوا ومجزرة قانا اللي راح فيها فوق 100 قتيل شو صار؟ سقط شيمون بيريز. الهم الأساسي لنتنياهو الآن الانتخابات. الانتخابات طيب بس كمان يعني عدم الرد يعني اليوم لحديت هلأ لا لحديت هلأ يعني إذا بالمقياس يعني الميزان يعني القوى اللي حصل أنه بتشوف أنه حزب الله يعني تغلب على إسرائيل بهذا الموضوع وبالتالي نفس له عملية نيترا للإسرائيلي وخاصة الإسرائيلي ما عاد رد على الرد يعني بيقدر الإسرائيلي يقول صحيح نفس له للإسرائيلي ولكن الإسرائيلي بيقول أنا روحت جنرال ست إيراني ست شهداء أو 6 عناصر لحزب المقاومة لحزب الله وروحت جنرال إيراني علما أنه البعض بيقول في أكثر من 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 شهيد أو قتيل إيراني ولكن ما انحكى إلا على واحد وبينما أنا رحل 2 ولكن القصة معنوية هاي قصة سجال مزبوط. بعدين الإسرائيلي بيفكر أنه هذه الحدود الجبهة اللبنانية السورية صارت جبهة واحدة. طيب أنا يعني بعمل إجراء ولو لا أحفظ ماء وجهي أو لا أنتقم يوحد هذه الجبهة عمليا وبيحولها جبهة واحدة ضد إسرائيل. بعدين إذا عملناها جبهة واحدة أنا هل لي مصلحة لأنه رح تصير مع الوقت هاي جبهة في عليها فريق واحد إما بده يكون عليها حزب الله وإيران
وأما بده يكون عليها داعش والنصرة وكله. مين بتفضل إسرائيل يكون فيه على هذه الجبهة الموحدة؟ أنا بتقديري بقول إسرائيل بتفضل وجود حزب الله، مش لأنه حزب الله بنسق مع إسرائيل وأنه تلاقي مصالح وأقليات مثل ما كتير تطلع أخبار وإشاعات، إذا تم الالتزام بقواعد الاشتباك يعني مثل ما حصل بلبنان، بلبنان بيصير في التزام بقواعد الاشتباك. بعدين حزب الله هو اعترف صحيح، السيد قال بخطابه أنه نحن الأخير، أنه نحن كل شيء له علاقة بلبنان بالنهاية، ما حدا يفكر أنه ناطر تسوية إيرانية أمريكية، نحن منقرر. صحيح إيران تحترم حزب الله لأنه هو جوهرة التاج لإيران، يعني لولا حزب الله المجد الإيراني ما كان شفناه بهذا، يعني المجد الإيراني أنه ساعد حزب الله لحتى يظهر إسرائيل من لبنان ولحتى يخلي حزب الله يوجه ضربة لإسرائيل موجعة سنة 2006، مع أنه العكس كان مفترض يحصل. فبالتالي رغم كلام السيد حسن، أنا أقول أنه بالسياسة العامة وبالسياسة المتعلقة بإسرائيل وحتى بمواضيع لبنانية لا يستطيع حزب الله إلا أن ينتظر توجيهات الولي الفقيه الذي أعلن الحزب عدة مرات التزامه بقيادته. ولذلك إذا إيران يلي بموافقة الولي الفقيه عم تفاوض أمريكا، طيب إيران يعني ما إلا مصلحة الآن أنه تفتح جبهة الصراع مع إسرائيل على الحدود اللبنانية السورية. طبعا إيران ما بتمنع رد لحتى ما يتبهدلوا جماعتها بالآخر وتصير هي بموقع ضعيف، ولكن إيران بتحرص أنه يكون أي رد أو أي شيء على أي تطور على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية السورية الإسرائيلية مضبوط ومعير، كي لا يخربط ويؤثر سلبا في هذه المرحلة على المفاوضات الجارية. نعم. هلأ بتخلص المفاوضات بتنجح، ساعتها بيتعزز الرأي الذي يقول أنه حزب الله على الحدود الإسرائيلية اللبنانية هو أفضل من داعش والنصرة ومن وأمثالهما. بتخرب هاي المفاوضات بتفشل، وبالتالي منكون أمام يمكن تدهور كبير بكل المنطقة بما في ذلك لبنان. بدنا ننطر لنشوف شو بيصير. إيه بس كمان يعني اليوم المعركة بعد، لأنه بعد ما انحسمت مزبوط بسوريا، وحزب الله اللي عم بيروح يخوض المعركة بسوريا عم بيخوض كمان معركة حياة وموت، هو عارف يعني أنه في محاولة لكمان تطويقه وقطع الإمدادات عنه. إذا بتشوف مجريات المعارك اللي عم تحصل بسوريا وخطوطها، يعني بتتأكد يمكن أنه في محاولات فعلا لتطويق حزب الله ولقطع الإمداد، يعني قطع طرقات مثل درعا دمشق دمشق بيروت إلى آخره، وبالتالي حزب الله هون مش رح يستسلم، ولا حتى إيران. يعني اليوم إيران بعد ما وصلت صارت هون ما رح تتراجع يعني وتسمح. أنا أول شيء قطع طرق الإمداد مزبوط، عم يقطعوا طرق الإمداد على، وهي مش أول مرة بيقطعوها، بحرب 2006 كمان جربوا يقطعوها. ورغم هذا القطع يلي عم يزداد يوما بعد يوم، لا يزال هناك إمكانات لإرسال مدد إلى حزب الله. اثنين، حزب الله يعني ما يوجد عنده الآن من سلاح وخصوصا من صواريخ يكفي لحرب طويلة أو حرب متوسطة مع إسرائيل. بس أنا بحكي أنا بالصراع الدائر بسوريا، بالصراع سوريا، يعني لما عم تضرب إسرائيل طرق الإمداد، يعني أيمتى بتضرب إسرائيل بسوريا؟ لما بيكون في شي كونفوا جايب سلاح للبنان لحزب الله، أو لما بيكون في شي مخزن حزب الله عم يستلم سلاح من هونيك عم بيخزن تمهيدا لنقله إلى لبنان. يعني هي عم تضرب بسوريا حزب الله مش لأنه عم بيقاتل، لأنه عم بيقاتل مع النظام السوري، ولا لأنه هالسلاح اللي إجاه سيستعمله في قتال الإرهابيين أو الجهاديين مثل ما بيسموهم، ولكن عم تضرب هذا الجزء من السلاح يلي بيجي لحزب الله ليقاتلها فيه من لبنان إذا نشبت المعركة. بس ما بتعتقد كمان يعني أنه إسرائيل إذا كانت تفضل سوريا النظام يعني على حدودها من النصرة وداعش وغيره، لا تريد يعني
ان ينتصر النظام، يعني بتفضله بس مش بي مش بي مش بي بكونه يعني انتصر وانتصرت معه ايران يعني، وما بدا وما بد وحزب الله هون عم بيساعد هذا النظام لينتصر. ايه ولكن حزب الله بيعرف والنظام السوري بيعرف وايران بتعرف وانت بتعرفي وكلنا بنعرف، ولكن البروباغندا لا تعترف انه النظام السوري لن ينتصر، وانه المعارضه السوريه والجهاديين وكلهم هاو كمان لن ينتصروا. هذا امر النصر. هلا طبعا انا منذ البدايات لانه بحلل مش لانه انا ليلى عبد اللطيف، انا من الزمان قلت من الاول من اوائل الناس لما كان حزب الله وحلفاء سوريا في لبنان والنظام السوري عم بياكدوا الحسم خلال 3 اشهر، ولما كانوا الاخرين عم بياكدوا كمان الحسم خلال 3 اشهر والتخلص من النظام، كتبت وقلت انه النظام لن ينكسر والمعارضون لن ينتصروا، وهي حرب سورية حرب طويلة. الآن النظام متأكد أنه لن ينتصر، وروسيا تعرف أنه لن ينتصر، وإيران تعرف أنه لن ينتصر، وحزب الله يعرف أنه لن ينتصر، والمعارضين كمان بيعرفوا يعني، وحلفائهم التركية والمملكة العربية السعودية وقطر وكل هالناس وأمريكا بيعرفوا أنه ما رح ينتصروا. اللي عم بيصير هلأ تحت إطار أنه نحن عم نحارب الإرهاب وتحت إطار أنه نحن عم بدنا ننتصر على النظام أو النظام سينتصر على أخصامه، هو انتقلوا كلهم عمليا إلى البلان بي، لأنه طالما الانتصار مش بس متعذر مستحيل، فإذا البلان بي شو؟ أنه كل فريق بيبقى بالمنطقة اللي هو قاعد فيها. النظام لأنه عنده يعني جيش أو بقايا جيش منظم وعنده ميليشيات محلية وغير محلية عم بتساعده، وعنده سلاح إيراني عم يجي باستمرار وسلاح روسي، هذا النظام نجح أكثر من غيره في أنه عنده منطقة تطلع 40% من الجغرافيا السورية مسيطر عليها وعم بيجرب يمدها يمينا وشمالا. الإسلاميين عم بيجربوا جنوبا وعم بيجربوا شمالا، وبالتالي هلأ اللي عم بيصير هو الرسم النهائي لحدود المناطق التي سيسيطر عليها النظام وداعش والنصرة. صوب تركيا رح يقعدوا الإسلاميين القريبين من تركيا، صوب الجنوب صوب الأردن رح يقعدوا كمان ناس هونيك قريبين يعني سوريا رح تصبح 3-4 شقفات. الأكراد رح يكون عندهم شريط، يمكن الدروز يعطون يعني اللي صوب الجولان يعطون هيك شريط، مش معناها تقسمت سوريا نهائيا، هذا بسموه تقسيم واقعي للنفوذ، وبصير مثل ما قعدنا نحن يمكن يقعدوا 10 سنين حرب في خطوط التماس، عمليات إرهابية داخل كل منطقة، وبتبقى في منطقة هي منطقة اشتباك مستمر اللي هي أنا برأيي مع الأسف وهذا شيء مؤذي للبنان، هي المنطقة المحاذية للحدود اللبنانية التي تسمى القلمون ووريف دمشق أو الذي منه تحت سيطرة الثوار مع السلطة وجزء من دمشق. دمشق في هذه المرحلة الطويلة ممكن أن تبقى في يد النظام السوري، ولكن عندما يحين أوان الحلول النهائية إن كانت حلول توحيدية ولا تقسيمية ولا فيدرالية لن تبقى دمشق مع الأقلية في سوريا. فمشان هيك انتصار ما فيه، بيعرفوا حتى الإسرائيليين إنه هذا أمر منتهي. ايه كمان هذا بشكل مثل ما قلت خطر على على لبنان يعني طبعاً. خصوصا مع الحديث عن تفكيك الساحات والميادين يعني شو معناته هذا ما معنى كيف يترجم هذا الخطر. خلينا نتوقف مع فاصل اعلاني ونرجع نتابع. نعود لمتابعة نهاركم سعيد مع أستاذ سركيس نعوم. إذا يعني مع إمكانيات يعني رسم حدود جديدة يعني في سوريا وبالتالي كمان امتداد هذا الموضوع على لبنان، يعني شو خطر هذا الموضوع اليوم على لبنان؟ الخطر إنه بالوقت يلي داعش خصوصا داعش والنصرة والباقيين ولكن خصوصا داعش بالوقت الذي يبدو انه التحالف الدولي ضد الارهاب بواسطه الغارات الجويه عم يحقق
انتصارات على داعش ببعض المحلات بكوباني بسوريا أو بالعراق، وبالوقت يلي الأمريكان عم يتجرأوا يقولوا أنه بدأنا احتواء داعش. نعم. رغم ذلك هذا الأمر على صحته ممكن يكون مضلل، لأنه داعش بعدها عم تكبر، تخسر شوية جغرافيا بس ترجع. يعني المغناطيس يلي عم بيخلي داعش تكبر وتكبر 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 هو سوريا مش العراق. العراق انطلقت منه. شو هيك كتبت؟ يعني لا يمكن استعادة العراق من دون استعادة سوريا. من دون استعادة سوريا. فسوريا طالما الحرب فيها ماشي، وطالما إيران بالنهاية العراق صار محسوم وضعه، العراق صار يمكن يقعد مدة طويلة قبل ما يلاقي صيغة نهائية، ولكن خلص إيران بعد ما انعملت ضربة داعش، حتى لو شالوا داعش كلها من العراق، العراق صار ثلاث شقفات، النفوذ الإيراني تقريبا بنص العراق اللي هو بغداد والجنوب، ولن يحاول أحد تعديل هذا الموضوع، الأكراد بالشمال وعندك بالوسط السنة. فبالتالي المشكل بسوريا، التورط الكبير بسوريا، المعركة الحقيقية والدائرة حول النفوذ بين السني والشيعة، بين إيران والسعودية والباقيين، هي تدور في سوريا، وبالتالي هي المحل يلي بتقوى فيه داعش أو بتعمل ده. هلأ داعش مسائبة أنه بالآخر نحن في حدود مشتركة ونحن داخلين بالحرب معهم، يعني الفريقين داخلين بس في فريق مش منظم، وبالتالي على طريق الداعش بيروحوا أفراد، بيروحوا مجموعات صغيرة وكذا، وفي عطف على داعش مش محبة بداعش ورغبة في العيش تحت حكم داعش، ولكن في رغبة بأن تنتصر داعش والنصرة وأي فريق آخر والجيش السوري حقدا على الآخرين لحتى يخلصوا من حزب الله ومن الشيعة ومن العلويين ومن كذا، وبالتالي بيعتبروا أنه هذه التنظيمات لا تستطيع أن تبقى إلى الآخر، يعني ما بتقدر تعمل حكم. فمشان هيك بيصير في تعاطف مع خوف، ولكن ما بيترجم هذا الأمر. كنا عم نحكي عن إسرائيل، طيب ليش نحن بنعتبر أنه إسرائيل فيها ترد بس بواسطة العمل العسكري؟ إسرائيل فيها ترد بطريقة تانية وأقل كلفة لألها، غير أنه داعش عنده طموحات أنه يوسع جغرافيته باتجاه لبنان، غير أنه المنطقة السنية بالبقاع المحازية للحدود، المنطقة الشمالية بلبنان المحازية للحدود، هذه منطقة غير متعاطفة مع النظام السوري ولا مع حزب الله، وبالتالي كل الإجراءات الأمنية اللي بناخدها بهذه المناطق هذه إجراءات كويسة وجيدة وتهدئ شوي الأمور، بس طبيعتها مثل طبيعة الحوار الجاري يعني بين اللبنانيين، يعني مش طبيعة نهائية بتقضي على أسباب التوتر والتردي الأمني والمجرمين، وبالتالي بتصير الناس عايشة بأمان. هيدي بتهدي الأمور لمرحلة، ولكن النار تحت الرماد، عناصر الفتنة وعناصر العنف كمان بتضل موجودة. ساعة اللي بيجي القرار أو بصير فيه الفرصة متاحة بيطلعوا على الأرض، لأنه كل أمن بالتراضي بيوصل إلى هاي النتيجة، ونحن مع الأسف ما قادرين نعمل إلا أمن بالتراضي، لأنه دولتنا مشلولة، ما في رئاسة، حتى لو في رئاسة ما كان رح يتغير الموضوع، المجلس مشلول، حكومة صاروا 24 رئيس جمهورية. فبالتالي إسرائيل تستطيع أن تساعد داعش كيف والجهاديين بأن تفتح الباب من خلال منطقة الجولان يلي فيها جبهة النصرة اللي هدي بتتعاطى هي وياها بشكل أو بآخر، تفتح المعبر بتسكر عيونها وبيصير هيدا مدخل عادي للمقاتلين السوريين ضد بشار الأسد الرئيس الأسد وضد حزب الله، بيدخلوا إلى لبنان شبعة يعني من هذه المنطقة. إذا في آلاف موجودة مثل ما عم بيقول سيد حسن، تصوري هالآلاف. طب ما هذا يعني هذا الموضوع تنبه له حزب الله ذهب إلى الاستطلاع الموضع هنيك، ردت إسرائيل. ما هو حزب الله بيعرف هذا الموضوع من قبل، لأن هني صار لهم زمان موجودين هنيك، والإسرائيليين عينون عليهم، هاي قصة طويلة. حزب الله عنده موقع متمركز فيه بهديك المنطقة بطرفها من شي محل، بس غالبية هاي المنطقة تحت سيطرة النصرة يلي إلهم علاقة ما بالإسرائيليين. نهار اللي إسرائيل بتقرر إنه
أنا بدي رد على الحزب بس ما بدي أعمل حرب كبيرة لأسباب متنوعة. بيفتح الباب بيفوتوا هودي الألاف إذا كانوا بالألاف بتبلش، لأنه هاي المنطقة من الناحية اللبنانية فيها دروز وفيها سنة. بتبلش أول شيء بيفوتوا لهونيك، يمكن يكون في البعض يتعاطف ما بنعرف، بيصير في مشكل مع الشيعة الموجودين بهديك المنطقة بالجنوب. شو بيمنع ساعتها عناصر التطرف السني الكامنة في المخيمات، لأنه المناخ المذهبي بمخيمات فلسطينية موجود، رغم أنه حماس وفتح وهم تنظيمان صادقان في القول أنه نحن ما بدنا نفوت بالمشاكل، ولكن بنفس الوقت هن لا يستطيعان أن يفرضا على الإسلاميين المتشددين بالمخيم واللبنانيين اللاجئين لهم أن يفرضوا عليهم تنفيذ أمر هني ما بدون إياه خوفا من الاصطدام. بس حضرتك عم تفترض أنه إذا أرادت إسرائيل أن تكسر وكأنه هذا الشيء لا يحصل، بينما في تقارير تتحدث عن حصول هذا الموضوع حتى بالتعاون يمكن مع الأردن. أنا عم أقول هيك لحتى لأنه هاي مواضيع ما في الواحد يجزم فيها. بس أنا كمان مع يعني أو أعوذ بالله من كلمة أنا لفتني هاي الموضوع من مدي ومن أول الناس اللي كتبوا عنه. نعم. إنه بيفوتوا وبيعملوا مشكل سني شيعي بالجنوب عقر دار الحزب، بيورطوه بحرب داخلية لأنه الحزب كل همه هو إيران ما يتورط بهاي الحرب. ولكن إذا أجبر بمحل من المحلات بده يضطر، وساعتها بتصير في قصة طويلة عريضة ينهك الحزب وتنهك كثير أمور، وبالتالي بتصفي مرحلة تانية. بس كمان هون ألا يعني كلام سيد حسن نصر الله أنه ممكن أن نواجه العدوان شو ما كان طبيعته بأي مكان وإلى آخره، أنه ممكن يجرب يعني يعمل عمليات بعيدة تطال إسرائيليين تيلهيهم عنه حتى يقدر يتفرغ لها المعركة. ممكن، ولكن عندما تبدأ الحرب الأهلية الفعلية في لبنان بين السني والشيعة، وإن شاء الله ما بتبدأ، عندما تبدأ ما بيعو يعني بيصير هيدا الحساب الثاني قصة إسرائيل، هيدا بتعمليها بيعملها الواحد قبل. هل عمليتين برأيك ما رسموا خطوط حمر لإمكانية حصول يعني هذا الموضوع؟ لا، بعد ما رسموا، إذا هلأ بده يغير السيد حسن أنه ما بقى يعترف بقواعد الاشتباك وانه في مخاوف اسرائيليه من قواعد اشتباك جديده، وبالتالي او بدون قواعد يعني اشتباك مستمر ووين ما كان وكيف ما كان، وهن بالاخر ما بدهم يعملوا حرب شبه نظاميه اذا بدك على الحزب، لانه اثار السلبيه عليهم كمان رح تكون كتير كبيره من حيث الدمار والضحايا. ساعتها بيصير اهين لهم انه يفوتوا لبنان بحرب داخليه جديده. ليش لا؟ أولا لا ينقصهم الجواسيس، نعم، ولا ينقصهم ناس مستعدين يعملوا عمليات إرهابية بالبلد، خصوصي أنه البلد مفتوح وكله بيتلزق بالإرهابيين. طبعا الإرهابيين بيعملوا هيك عمليات، بس كمان هني بيقدروا يعملوا عمليات هادفة بحيث أنه تفوت الناس ببعضها. هيدا احتمال لازم يضل موجود. يعني فينا نقول سقط عمليا هدوء 2006 اللي كان مستمر للآن، لأنه اليوم الأزمة السورية كمان يعني فرضت قواعد اشتباك جديدة أو أسقطت قواعد الاشتباك السابقة، وبالتالي الموضوع مفتوح. مفتوح. الخطر. لم يسقط، ولكن ممكن يسقط. حتى الآن ما سقط. وصل على الحفة سيد حسن، وصلوا الإسرائيليين على الحفة. هلأ بدنا نشوف إذا بيسقط ولا لا. بتقديري سقوطه بين إسرائيل والحزب مباشرة كشيء مباشر بين بعضهم، بعد بدنا ننطر فترة لنشوف إذا بيصير ولا لا. يعني بيأثر عليه أو بيوقفه، خليني أقول، أو يعني مرتبط فيه يعني أي بكرة تقدم بالمفاوضات طبعاً الإيرانية الأمريكية. هلأ يمكن الإسرائيلي يحاول بعدين قدي المارج يعني عند الإسرائيلي اليوم بمعزل عن واشنطن، ونحن بنعرف العلاقة البردة اليوم بين أوباما ونتنياهو. مش بس بردة، هي علاقة متوترة. يعني من ناحية لا يستطيع نتنياهو وإسرائيل أن يعطل هذه المفاوضات بعمل مباشر ضد إيران، ولكن يستطيع أن يحاول تعطيل هذه المفاوضات بعمل ضد لبنان، ضد حزب الله. يعني هل يتجرأ على القيام بهذا العمل؟ قبل الانتخابات
لا يتجرأ لأنه بخاف من انعكاسه السلبي. نعم. إذا ربح بالانتخابات ما بيعود كتير مضطر لأنه ما في حط الأمريكان بظهره. بالنهاية هو بيعرف والشعب والرأي العام والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية بتعرف أنه الحماية الأساسية لإسرائيل رغم كل الصواريخ والنووي وكذا هو الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا ربح بالانتخابات ما بيعود كتير همه، أكيد مش مبسوط من التفاهم مع إيران، ولكن ما بيعود كتير همه أنه يعمل شيء على السريع لحتى يخربط. فلذلك يعني في أساسا وقت لأدار 17 أدار، علما أنه حتى بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية والخمسة زائد واحد في حكي أنه بثلاث أشهر الأولى بما فيها أدار ممكن يصير في تفاهم مبدئي على القضايا الأساسية ويوقع، وثلاث أشهر الثانية من المهلة اللي بتخلص بثلاثين حزيران بيكون ساعتها بينوضع المخطط التنفيذي التقني، بس بيكون الاتفاق الأساسي وقع. هلأ ليش أنا بميل أنه هاي الأمور أنه ممكن تكون ماشية بهالطريق؟ لأنه بالمهلة الأولانية اللي انتهت قبل شي شهر ونص شهرين كل المعلومات، وأنا يعني معلوماتي أول معلومة أجت من مصادر غربية أمريكية جدية جدا، يعني أنه طيب الاتفاق انتهى. فهذا المصدر سألني قال له طيب ليش لم يوقع؟ قلت له أنت عم تسألني، أنا بدي أسألك. نعم. إذا أنت عم تقلي الاتفاق انتهى، أنا عم أقول لك أنه كان في بوادر اتفاق قائمة، أنت عم تقلي انتهى. طبعا ما في جواب. الجواب إجا من مصدر عربي آخر صديق وبيعرف ومهم ومش محسوب على الأمريكان، فبيقول لي الاتفاق انتهى وجماعاتنا أبلغوا بذلك، ولكن توقف التوقيع بسبب عاملين. العامل الأول مبادرة المملكة العربية السعودية، كان الملك عبد الله بعد ما توفى الله يرحمه، نعم، إلى الطلب مباشرة ويمكن إفادة شخص ما بعرف أنه التريث في هذا الموضوع لأنه بدونهن ضمانات وكذا وكذا. والولايات المتحدة الأمريكية رغم أهمية الاتفاق مع إيران تعتبر أنه الخليج كله وعلى رأس السعودية جزء من منظومة الأمن القومي الأمريكي، ولذلك بدها تراعي هالأمر. إجا العامل الثاني اللي هو مزيج من الضغط الحزب الجمهوري بالكونغرس اللي صار بكليته جمهوري الغالبية فيه، المزدوج بالتعاون المستجد بين الجمهوريين وإسرائيل، نتنياهو بالوقت يلي كل عمرهم اليهود بأمريكا ديمقراطيين، وبالتالي الإسرائيليين بيراعوا الديمقراطيين. هيدا ما خلنا يعني أوباما بعده مصر على الاتفاق، والإيرانيين حتى الآن يعني ماشيين بالموضوع، ولكن بده يعني يمشي الأمور يمشي بطريقة أهدأ لحتى يزيل بهو وماشي نحو الاتفاق الكثير من الأعباء على ظهره. هون أنا بقول لأنه رأيي أنا الشخصي، إيران لو لم يكن الرئيس روحاني آخذا بركة وموافقة الولي الفقيه خامنئي ما كان مشي بهذا الأمر. نعم. وهذا أمر صار واضح. طبعا برأيي إيران تأخرت بالتجاوب مع أوباما في الموضوع النووي، لأنه كان سياستها أنه طبعا نحن يجب أن نصل إلى اتفاق مع أمريكا، ولا يجب أن تحصل حرب بيننا وبين أمريكا، ولكن نريد أن نستفيد من الوقت ونكسب وقت كي نحقق إنجازا نوويا. وصلوا لمحل أكثر من اللي حققوا، صار صعب التحقيق بظل العقوبات وبظل الحصار وبالتالي بظل التشدد الأمريكي والموقف الإسرائيلي. أخذوا قرار بالموافقة ولكن متأخرين. هلأ لأنه يعني الموقف السعودي بعد ما تغير، نعم، والموقف الإسرائيلي ما تغير، على الولي الفقيه برأيي أنا من بإيران على إيران أن وبلسان الولي الفقيه اللي هو بالنهاية له القرار الأخير، رغم أنه يمكن يكون فيه مراكز قوى إلى آراء تانية، أن يعطي يعني أن يقول للمفاوضين طلعوا من الضوء الأصفر إلى الضوء الأخضر. هلأ ما بعرف إذا هالكلام أو هذا الموقف طلع ولا لا. هذا الموقف إذا طلع بيخلص الاتفاق وبرأيي مفيد للمنطقة، رغم أنه
كثار من بركي طلع مشان هيك صارت عمليه نيطره، لانه كثار يعني قرات انه كمان هي ضربه الى المفاوضات. يعني في خوف اسرائيلي دائم من هالموضوع، في خوف اسرائيلي دائم، واحد اسباب الضربه ممكن يكون هالقصه الايرانيه. طيب بس رح يقعدوا الاسرائيلي ساعتها يتفرج اذا حصل هذا الموضوع، والسعودي هون شو رح يكون يعني كمان موقفه اللي عم تقول ما تغير، هلا انتقل شو بقولوا انتقلت السلطه الى عهد جديد يعني، وفي كثير من التغيرات، بس ما بعرف قديش مثل ما حضرتك سألت كمان بأحد مقالاتك، يعني هل يكون أحفاد المؤسس مؤهلين لمواجهة التحديات الكثيرة والكبيرة أمام السعودية؟ بالنسبة لإسرائيل يوم اللي بيوقع الاتفاق ما بيعود فيها إسرائيل تعمل أي شيء لضرب الاتفاق، وبنفس الوقت بتحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم لإسرائيل كل الضمانات اللازمة أنه هذا الاتفاق رغم نووية إيران اللي حصلت عليها، ولكن لم تحصل إيران بعد على السلاح النووي، وبظل هذا الاتفاق صار بدأ يمكن سنوات طويلة جدا لأن تصبح قوة نووية، وبالتالي بيقدر يروق، وأنه نحن مع إيران فينا نهدي حزب الله. صحيح إيران ما راح تعمل سلم مع إسرائيل، وحزب الله ما راح يعمل سلم مع إسرائيل، بس أنه حزب الله بيقدر طالما معتبر نفسه قوة ردع، هلا ما عم نحكي عن لبنان، حزب الله في لبنان معتبر نفسه قوة ردع لإسرائيل، فطالما هذه القوة الردع أنه ما بتضرب إسرائيل إلا إذا ضربتها إسرائيل، فهذا أمر ممكن يتعايشوا معه الإسرائيليين والأمريكان. أما بالنسبة للسعودية، وين يمكن بيساعد سعود نجم محمد بن نايف، يعني اللي يقال انه مقرب من واشنطن على حل. رح ارجع على موضوع السعوديه، بس بدي اخذ لانه رساله بعيده كثير عن الجو اللي عم نحكي عنه هي هون كازينو. نشوف اليوم شو هو يعني شو موقف الموظفين المصروفين بعد ما صدر امس عن مجلس اداره كازينو لبنان باول شيء عوده العضوين المستقيلين جورج نخلي وهشام ناصر عن استقالتيهما، وايضا تشكيل لجنه لاعاده النظر بملفات الموظفين المصروفين. معنا زميلي هدى شديد مباشره من الكازينو بتطلعنا على اخر المعطيات. صباح الخير هدى، نهارك سعيد. نهارك سعيد دولي إليك ولضيفك وللمشاهدين. بدي أقول أنه صحيح الاعتصام بالرغم من تشكيل لجنة بالأمس واجتماع اللي انعقد بمكاتب إنترا، الاعتصام مستمر بكازينو لبنان للموظفين المصروفين. بهالوقت هيدا توجه النقيبان جورج هادي شهوان وجاك خويري إلى كركي مع وفد من الموظفين للمشاركة بالقداس، وأيضا عقد لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال الراعي. وفق المعلومات أن الموظفين رفضوا قرار هذه اللجنة ويستمرون باعتصامهم، وإلى أن تضع هذه اللجنة تقريرا وفق ما تقرر بالعشر من شباط لن يكون هناك عودة عن الاعتصام، باعتبار أنه الموظفين متمسكين بقرارهم، والبعض بيعتبر أنه تعويض الضمان توقف وما حصلوا على معاشاتهم ورواتبهم، وكرمل هيك هن مستمرين بالاعتصام. رح يكون يعني بعد اللقاء مع غبطة البطريرك ربما تكون هناك مستجدات رح نوافيكم فيها تباعا، ولكن الأكيد أنه الاعتصام مستمر ولن يكون هناك عودة، يعني هناك مفاوضات يعني مستمرة من قبل جهات سياسية معنية بهذا الملف. نعم يعني بفهم أنه القرار اللي أخذه امبارح مجلس إدارة كازينو لبنان لم يتم التراجع يعني عن القرار السابق، وبالتالي نفذ هذا القرار مع اللقوه يعني، و عم بيصير في وتشكلت هاللجنه، مشان هيك الموظفين ما بدهم يفكوا الاعتصام. الموظفين بعدهم على موقفهم ومش حيعلقوا الاعتصام وفق ما طلب منهم يعني بعد اجتماع الامس، ويعني في ربما تكون هناك تطورات بفعل المفاوضات الجاريه على اكثر من مستوى، وربما يعني بعد اللقاء مع غبطة البطريرك ربما يكون هناك مستجدات، ولكن حتى الساعه الموظفين مستمرين باعتصامهم وبيقولوا ان لا عوده عن هذا الاعتصام، حتى يعني وفق ما طلب منهم انه الى حين صدور تقرير
تدير هذه اللجنة التي شكلت بالأمس، اللجنة السداسية، إلى حين انهاء تقريرة بعشر شباط، بيقولوا انه هني مستمرين بالاعتصام هذا حتى هذه اللحظة، ولكن يعني اي تطورات قد تطرأ بعد عملية التفاوض الجارية على اكثر من مستوى وبعد زيارة النقيبين مع وفد من الموظفين الى بكركي، يعني وفق المعلومات والمؤكدة من قبلهم بانه هني مستمرين بهذا الاعتصام. شكرا هدى، يعطيك العافية. شو رأيك باللي عم يصير بالكذا؟ يعني أنا أول شيء طبعاً وبدون موقف مسبق، أنا لما بتطلع بالموظفي الكازينو المصروفين بهندامهم بطريقة لبسهم اللي بيعكس مستوى معين من الراحة المادية الرفاهية ولما بتطلع بالمياومين تبع الكهرباء للي كانوا كمان لشهور مع تصميم، يعني بتسأل في محل ما في شيء غلط وغيراتهم يعني. في محل في شيء غلط يعني، مع يمكن يكون في ناس مظلومين بالكازينو، بس اعتقادي انه الكازينو كان ولا يزال هذا مكان صندوق اسود للمصاريف السرية لأكثر من جهة بالدولة، وهذا كان محل يوظف للسياسيين الموالين مفهومة أكيد بوصفه في ناس، وهذا أكثر محل بالدولة، مع أنه الدولة كلها أجمالا عم بتصير هيك، يلي في ناس كتير بيشتغلوا وفي ناس كتير ما بيشتغلوا بيقبضوا معاشات. يعني بدنا نشوف وين بدها توصل هالأمور، لأنه يمكن مجلس الإدارة امبارح عمل خطوة تراجعية يعني بأنه بده يعيد النظر، أو خليني أقول بركة تسهيلية لحل الأزمة، بس هيئتهم الموظفين مش قبلانين، لأنه بلبنان دولي إذا الموظفين أو المسؤولين عن الموظفين يعني لما نشوف السياسيين بلبنان ما في حل نهائي يعني. أنا مثلا طبعا مبسوط بحركة الوزير أبو فعور، مبسوط بحركة أي حركة إصلاحية، ولكن هذه حركات ما ألا أفق لأنه المسيطرين يعني أولا الدولة غائبة، هاي دولة فاشلة مش موجودة، والمسيطرين على الشارع بكل المناطق وبكل الطوائف والمذاهب يعني صاروا وقحين إلى درجة أنه يتحدون سلطة الدولة وينازعون هذه السلطة. خذي زحلة أصحاب بدي أقول لك زحلة أصحاب المطارات يعني مش معقول أنه طيب أول شيء من سمح بأول مظاهرة لأصحاب المولدات؟ من سمح بها؟ في شي حدا رسمي سمح فيها يمكن؟ طيب بعدين هودي اساسا المولدات مش شركة كهرباء، اذا بدهم يحلوا شركة الكهرباء وخلي اصحاب المولدات هن يعملوا شركة يساووا البلد يعني، بس يتحولوا الى ميليشيا جديدة بتقوم باعتداءات على محولات الكهرباء، ميليشيا جديدة مدعومة من بعض الناس بالدولة. شو هالموضوع؟ خلينا نتوقف مع اخر فصل اعلاني ونرجع نحكي بالامور الكبيرة احلى. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد. كنا وقفنا عن موضوع السعودية. نعم السعودية هلأ صحيح بتخاف من إيران وبتعتبرها خطر جدي عليها، ولكن السعودية بدأ ضمان، لأنه هي بهاي الفترة أو بفترة قصيرة لن تستطيع تصحيح ميزان القوى بينه وبين إيران. إيران لأسباب متنوعة دول يعني انطلقت خلال 30 سنة، عملت دولة جدية بالسلاح ودولة جدية بالتنظيم، هلا ما بيعجبنا نظامها هذا بحث آخر، ولكن شعب شغيل في دولة حقيقية بتشكل خطر. نعم. وعندها مشروع أقليمي كادت أن تنجح به لولا هذا الربيع بين مزدوجين العربي يلي عم بيقشطها أو عم بيشقف المناطق اللي كانت هي أخذتها بهذا المشروع. نعم. فبالنهاية بس يعني الولايات المتحدة الأمريكية كمان لا تستطيع أن تتخلى عن السعودية ولا عن العالم السني، لأنه السنة في العالم 85% من المسلمين، وإذا بتتركهم من عدا شيء التطرف الإسلامي فايت فيهم بالغرب مثل الفطر عم ينمى. طيب شو بتحط 1.5 مليون نسمة بظهرها؟ بيخربوا العالم. ولذلك ستضطر يعني ستقنع السعودية أولا أنه اتفاقها مع إيران ليس ضد السنة، اثنين اتفاقها مع إيران سيساعد إيران من مال
المجتمع الدولي من مال والدول السنية من مال في التعاون لمكافحة الإرهاب. بس هذا ما يعني بدأ تقنع كيف بدأ أفعال يعني بدأ إيران تقدم على أفعال تتقنع السعودية. طبعا ما هذا ما هي قصة بدأ تاخد وقت ولكن هاي العناوين. الولايات المتحدة الأمريكية بدها ترجع تأكد من جديد للسعودية أنه أنا ضمانتك وأنا حاميتك. هون طبعا الترجمة بتصير مثلا يمكن الترجمة بتصير شوي بسوريا بتصير شوي بالعراق بتصير شوي باليمن لأنه في كتير تحديات للمملكة العربية السعودية بهذه المرحلة. هلأ السعودي عندما يرتاح يحصل على هذه الضمانات ساعتها بيفتح باب الحوار لأنه هو الآن من يقفل باب الحوار مع إيران. إيران عم بتحاول صار لها سنتين ولكن هو يقفل باب الحوار مش لأنه عنيد ولكن لأنه بيعرف أنه الإيرانيين أذكياء وبالتالي قبل ما يوصلوا لتفاهم مع أمريكا بدهم يحاولوا ياخدوا السعودية من ناحيتهم أنه منتفاهم ومنعمل وكذا ولكن وصارت معنا وبيستعملوا ساعتها هالتقارب مع السعودية بالتفاوض مع الأمريكان مثل ما عم يستعملوا المعارك اللي عم تصير بسوريا وبالعراق وبكل المنطقة كمان كورق التفاوض معه. مشان هيك السعوديين لن يفتحوا باب التفاوض مع إيران إلا بعد التسوية الأمريكية الإيرانية إذا حصلت. وما بيأثر اليوم يعني انتقال السلطة بهذا الشكل السعودية على مقاربة هذه الملكة؟ لا انتقال السلطة بالسعودية أولا صار انتقال سلس مثل ما تقريبا وفق القواعد اللي كانت موجودة ولكن بالجوهر بالجوهر في بالجوهر تغيير جوهر بالجوهر اللي حصل إلا إذا كانت حساباته داخلية فقط يعني ما بتأثر على هذه حسابات داخلية. يعني مثلا الأمير عبد الله الملك عبد الله الله يرحمه اللي صار انه خالد التويجري بين انه هذا الانتقال السلس المتفاهم عليه تضمن في جانب منه تصفية حسابات باعتبار كان رئيس الديوان الملكي كان قريب كتير وموثوق به من الملك وبالتالي قد يكون تصرف مع الآخرين في العائلة المالكة او بعضهم بطريقة فيها كتير وكأنه واحد منهم وبالتالي انه خلص يعني هلا انت ما عاد لك دور فاعفي بهذا الشكل. كمان اعفي ولدين للملك عبد الله من امارات مدن ولذلك يعني عم يجوا بيقولوا يعني كمان هيدا غير الميزان الداخلي. بالنهايه الملك عبد الله ما عنده اشقاء من ام واحده يعني الاشقاء الاخرين مقرن كمان هو وحده ما عنده اشقاء فبالتالي رجعت القصة المجموعة اللي عندها اللي هي جاية من أم وحدة وأحفادهم بعدهم أكثر فمشان هيك ببين وكأنه في فريق رجع استعاد السلطة بالمملكة. هلأ أهمية المرحلة الجاية بالسعودية لن تكون سهلة لأنه إذا كان الملك عبد العزيز مؤسس الدولة عنده 36-37 ذكر ولد ذكر وكانت الأمور ماشية بسلاسة الآن لما هلأ فاتوا بمرحلة التهيئة للجيل الثالث الأحفاد الأحفاد بالمئات يمكن تكون في بيناتهم ميول سياسية يعني أنه هذا اللي عم بقوله هل يمكن هذه الظروف الداخلية والأوضاع الداخلية المستجدة في المملكة يعني ستنعكس على يعني كيفية مقاربة الملفات الخارجية أبداً أنا أم أنه استمرار الخارجية في يد سعود الفيصل أنا يعني يعني أنا أعتقد السياسة الخارجية لن تتغير في المملكة العربية السعودية. الأمير سعود الفيصل سواء بقي في منصبه أو تغير بسبب المرض مش لأي سبب آخر رح يجي من يتابع هذه السياسة. المشكل اللي رح تواجهه المملكة من هلأ للعشر سنين اللي جايين هي كيفية تحويل هذه الدولة إلى دولة مؤسسات حقيقية وقريبة إلى حد ما من العصر في كل الأمور وليس فقط في التكنولوجيا. والتحدي اللي بدها تواجهه يعني هذا تحدي على 10 سنين بس في تحديات يومية في تحدي بالعراق في تحدي باليمن في تحدي بسوريا في أكثر من تحدي. هذا الشغل الشاغل بده يكون لمواجهة هذه التحديات ما إلى السعودية إلا الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي ولذلك لن تغير. إذا بدها تغير تروح عند مين؟ تروح عند روسيا
روسيا بمكان آخر، علما أنه أوضاع الاقتصادية وبناها التحتية وضعف الروبل وأسعار النفط نزلت، كل هيدي ما عادت تتمكن روسيا أن تكون قوة موازية للولايات المتحدة في قيادة العالم. بدي هوني اطرح كمان سؤال لانه قبل ما يخلص الوقت، لانه كمان يعني ما حصل ما يحصل في مصر كمان اليوم، كنت كمان هون عم تبع لك مقالاتك في محل كنت عم تقول انه الاخوان المسلمين واعاده الحسابات والنظر بسياستهم الى اخره، ما لها في شيء تغير يعني؟ لا ما تغير، في امرين يعني. انا من 3-4 شهور سالت احد المصريين النافذين انه طيب هاي الاخوان المسلمين، هذه الطريقه بالتصرف مع الاخوان المسلمين رح تحولهم ارهابيين. يعني هن اكيد عملوا اخطاء كبيره، بس انه ما بين حقيقه انه هن ارهابيين مثل انصار بيت المقدس او غيره او داعش او شيء. فلماذا تحويلهم الى ارهابيين؟ لماذا لا يتم استيعابهم وادخالهم بالعمليه السياسيه؟ الجواب اللي سمعته كان مطمئن إلى حد ما، باعتبار أنه هذا الأمر ممكن أن يرد شرط التزام الإخوان بالعمل السياسي وفق الأطر والقوانين، وأنه ممكن. هلأ ما صار بحث بهذا الموضوع. كمان طلع معلومات أخرى أنه قطر ستحاول أن تتوسط بين الإخوان وبين النظام المصري. قبل مصر يعني بتوصل لمصر من طريق السعودية، لأنه كان في مشاكل مع الخليج والسعودية، عملوا اتفاق أول مرة ما نفذوا الأمير الجديد تميم، رجع عمل اتفاق تاني وقال صار مصالحة. جزء من خطة تميم وبيو الذي لا يزال نافذا بالإمارة بالدوحة كان أنه نستفيد من هذا الأمر لتطبيع العلاقة مع السعودية وللتعاون مع السعودية لإقناع مصر والمشير عبد الفتاح السيسي بموضوع إيجاد حل وسط مع الإخوان، لا يكون على حساب الدولة ولا على حساب الحرية السياسية. اليوم كسرت الجرة نهائيا بعد عملية سينا يعني، والقرار مش بس عملية سينا، قبل عملية سينا بيّن أنه عملية التقارب اللي حصلت وبدأوا السعوديين بين قطر ومصر ما مشيت، لأنه مصر لم تفرج عن صحفيي جزيرة 3، وبنفس الوقت قطر لم تلتزم بأنه إخراج قيادات إخوانية مقيمة على أرضها أنه روحوا قيموا بمكان آخر. فالأمور ما وصلت إلى درجة المصالحة يعني، ويمكن هذا يرجع يأثر سلبا بالمستقبل على العلاقة بين قطر ومجلس التعاون الخليجي. بس كمان يعني كمان هون له تداعياته على الملف الفلسطيني كمان يعني، كانت مصر هي اللي عم تقوم بالوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، اليوم حماس قالت أنه خلصنا لن نقبل بعد الآن القاهرة وسيطا بيننا وبين إسرائيل. يعني هذا عم يقولوا هن لن يقبلوا القاهرة وسيطا لسبب له علاقة أولى وأساسية بموقف مصر من الإخوان المسلمين. هلأ بالآخر صحيح، أول شيء مصر هلأ ليست فاضية، ما عندها الوقت أن تهتم بالملف الفلسطيني مثل ما كانت تهتم فيه، وليس عندها الوقت للاهتمام بأي قضية خارجية بالشكل يلي العرب بعد يعني بعدهم بيفكروا. العرب ما بيطلعوا لأوضاع مصر الحالية، بيطلعوا لمصر أيام عبد الناصر والدور الرائد. هذا الدور انتهى بالمرحلة الحالية. مصر عم تطلع هلأ كيف بدها توقف الإرهاب، لأنه هذا ممكن يزعزع الاستقرار بمصر. طبعا مصر كدولة برأيي أنا ودولة عميقة لن يحصل فيها ما حصل في سوريا أو ما يحصل في سوريا والعراق، ولكن هذا ما بيمنع أنه عدم الاستقرار والعمليات التفجيرية وكذا أن تزيد. بده يشوف الاقتصاد المصري ويشوف كيف بده يلاقي له حل، بده يشوف قصة النيل مع أثيوبيا لأنه هاي كمان قضية حيوية. يعني في كتير أمور على السيسي أن يعالجها. طب خليني أرجع أختم من لبنان. يعني مبدئيا الملف الرئاسي مثل ما اليوم كتبت النهار أنه الناس اللبنانية تعودوا أنه يتعايشوا مع شغور الرئاسي، جيرو جاي على راجع على لبنان بس ما لهيئة في شيء جديد بهالملف، ورح نضلنا ملهيين بنفس الأمور حوار من هون تعثر مشي وين تقدم إلى آخره، إن كان بين المستقبل وحزب الله وبين يعني القوات والتيار العوني.
يعني برأيك رح يستمر الوضع الديلي على هذا الوتيرة من خلينا نقول حد أدنى من تهدئة الأوضاع والاستقرار؟ يعني أنا بتمنى يستمر في ظل الشغور الرئاسي، يتمنى أن يستمر على هذه الوتيرة من التهدئة، لأنه هذه الطريقة الوحيدة التي تنجي لبنان. ما حدا مستعد من الدول الإقليمية والدولية أنه إذا فرط الوضع في لبنان بشكل كامل أنه يجي يرجع يرتبه ويبذل مالا وعسكرا من أجل أن يعيد ترتيب هذا الوضع. ولذلك النصائح الدولية أنه خليكم رائقين. هلأ الرواء واستمرار الهدوء يقع علينا. هلأ كيف يعني مشان علينا وعلى أخرية مثلا إيه؟ نقل صحيفة الحياة نقلت أنه بروجردي أكد الموقف الإيراني الذي يعتبر أنه أوكي شهداء القناطرة فتحوا فصلا جديدا في صراع مع الكيان، ولكنه عاد وأكد الحرص على دعم استقرار لبنان وأمنه. مش الحال، هلأ نحن تعودنا على الكلام الإيراني والكلام الأمريكي والكلام السعودي والكلام السوري سابقا وكل هالكلام أنه نحرص على استقرار لبنان، وبالنهاية بيكون قرار كل فريق بلبنان موجود عند دولة من هذه الدول. نعم. هذا مش مهم، المهم انه كلهم عم يقولوا لنا ما تفوتوا بالحرب بين بعضكم. عاد انا مثلا هلا الحوار اللي عم يصير بين تيار المستقبل وحزب الله اللي هو عمليا حوار سني شيعي، طيب هذا الحوار لانه هذا الصراع هو الاخطر على لبنان بهذه المرحله، في قدام تيار المستقبل حل من اثنين. طالما حزب الله رافض ادخال القضايا الاساسيه بالحوار وكل شيء بالآخر رهن بما يجري في المنطقة، عال أنت بدك تقرر يا تيار المستقبل يا سنة في مواجهة الشيعة. إذا أنت والشيعة، إذا السني والشيعة مقتنعين أنه بالفعل في خطر تكفيري إرهابي من الدواعش وكل اللي منها الناس على كل لبنان، وبالتالي أنه يجب أن يتضامن كل اللبنانيين سنة وشيعة ومسيحيين لمواجهة هذا الخطر، هذا ممكن يخلي كل الأطراف توصل لحد أدنى من التفاهم وخوض المعركة سوية. نعم. هلأ هل يمكن هذا احتمال، ما عم أقول بينجح، يمكن أن يوصل ذلك بعد انتهاء هذه الغيمة الكبيرة وانجلاء الوضع السوري إلى ستاتيكو اللي أنا شرحته أو إلى أي ستاتيكو آخر؟ ممكن ساعتها اللبنانيين يحسوا انه هن بوقت الشدة الحقيقية كانوا مع بعضهم، وبالتالي تعاملهم مع بعضهم بدون تنازل عن المطالب بيصير لين اكثر، وبيصير في امكانية البحث في الحوار. واذا كان احد الفرقاء اللي هو حزب الله كونه هو الفريق الاقوى عسكريا بقي يتصرف كما يريد أو كما هي خطته وبقيت طموحاته الكبيرة هي ذاتها في لبنان وخارج لبنان، عظيم، منكون خلصنا من الخطر الذي يهدد الجميع، وبالتالي ما في شيء بيمنع هيدي شعوب تاريخها ما بيوقف على جمعة وسنة وسنتين. بيرجعوا هؤلاء الناس اللبنانيين الذين يرفضون المشروع اللي يمشي فيه حزب الله، بيرجعوا بيقوموا حزب الله، بيقوموا بالسياسة، بيقوموا بالمظاهرات، بيقوموا بالحرب بالمستقبل إذا بقيت المنطقة منطقة حروب. وما بنهاية الأمر السنة في لبنان ينتمون إلى الأكثرية الإسلامية السنية في المنطقة والعالم العربي، عندهم إمكانية أنه بيقعدوا 20 و50 سنة، ولكن بنهاية الأمر ما في أقلية تستطيع أن تستمر في قهر الآخرين أو حكم الآخرين من دون التفاهم معهم، لأنه بتتغير الأمور. يجب دائما أن يكون هاجس الأقلية حماية النفس، تحصيل حقوق متساوية، ولكن بالتفاهم مع الغالبية وليس غصبا عن الغالبية. هذا إذا بيصير طبعا هذه أحلام، بس انه ما في الا هي الطريق، والا هذا حوار طرشين سوف يستمر بين تيار المستقبل وبين وما بتعرف اي ساعه بيفرط وانفراطه بيكون صعب. احمد فتفت عبر بهيك كلمه معبره، يعني انه قال بموضوع الحكومه عم بيقول انه قصري تفاهم قصري، يعني موضوع الحكومه وحتى بالحوار قصري كمان، يعني تستدعيه الظروف. كل شيء قصري. النوايا الداخلية أولا ما في ثقة، ما حدا يثق بالتاني، والمواقف متباعدة 180 درجة، والصراعات واصلة لحدها، بعدين الطموحات الشخصية أحيانا تلعب دورة. مشان هيك يلزم بهذه المرحلة رجال تاريخيين ياخدوا مواقف تاريخية، يحطوا مصلحة الوطن بالأول. بعد منا بس نأمن مصلحة الوطن منحكي بمصلحة الطوائف،
ما بتتأمل مصلحة الطوائف والمذاهب إلا إذا قامت الدولة وإذا وما بتقوم الدولة. هلا عم نحكي بمصلحة المذاهب والطوائف، هلا عم نحكي بمصلحة المذاهب والطوائف، في مشكلة يعني شو بده يحكي الواحد يعني. والحوار المسيحي المسيحي وين ممكن يوصل برأيك؟ أنا برأيي الحوار المسيحي المسيحي عم نحكي عن ورقة تفاهم يعني صارت تقريبا جاهزة. هلا ورقة تفاهم جاهزة بس على شو؟ هاي ورقة التفاهم حتى أنا بدي سلم أنها جاهزة، في شغلة تنقص هذه الورقة وهي البند الأول فيها اللي إذا لم يتم التفاهم عليه هاي الورقة ما 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 بيوصل ما بصير عليها تفاهم، هي رئيس الجمهورية. بتقديري وكلنا بنعرف وأنت بتعرفي إنه الجنرال عون بهذا الحوار يريد أولا أن يقر الدكتور سمير جعجع واللواءات اللبنانية بحقه وبضرورة أن يكون هو الرئيس اللبناني في هذه المرحلة الذي ينهي الشغور الرئاسي. هذا أمر أنا برأيي ما في يقول 100% أنه ما بيمشي فيه سمير جعجع، لأنه رغم صلابته ورغم أنه صار حتى بعلاقته مع الخارج وخصوصا السعودية ما عاد بحاجة للمستقبل وللرئيس سعد حريري، رغم الحلف بيناتهم صار عنده أكسية مباشر دخلي مباشر على السعوديين وصار دوره معترف به من السعوديين، رغم كل ذلك لأنه عنده هاجس مسيحي ممكن يأخذ موقف مثل ما أخذ موقف أيام اللقاء الأرثوذكسي خلافا لرغبة حليفه تيار المستقبل. فلذلك هذا الاحتمال على ضآلته أنا ما في ألغيه، بس أنا بقول أنه وبعتذر من الجنرال إذا أخذ الدكتور جعجع هذا الموقف بيكون قرار خاطئ. هاي رأيي هاي رأيي لأنه أنا بعتقد لو كان في إجماع كما يبدو حتى عند حلفاء الجنرال بأنه هو يجب أن يكون رئيس جمهورية كان صارت الانتخابات من زمان. زيارة سعودية ما بتساعد يعني لو كانت للتعزية؟ أنا بعتقد السعودية حتى الآن السعودية حتى الآن طبعا هن مثل السوريين تعلموا السعوديين من السوريين والإيرانيين أنه لا نتدخل وهذا شأن لبناني وكذا. حتى الآن الموقف السعودي يعني الحفاوة ولا ما قال عليه قبل الموقف السياسي لا. لا مكان يعني حتى الآن السعودية لا تعتبر العماد عون مع احترامها له مرشحا يعني يمكن أن يصل إلى الرئاسة. بس بهم بآخر بدك تسمحي لي بشغلة صغيرة يلا بسرعة. بس لا أنا كتير يعني انزعجت مبارح وزعلت بحفلة تكريم الشهيد الدكتور محمد شطاح لأنه إذا كان تيار المستقبل والرئيس فؤاد السنيورة والجامعة الأمريكية ما بيقدروا يعبوا صالة تكريما لذكرى هذا الشهيد فساعتها بتكون حالتهم كتير بالويل. أنا بعتقد بيقدروا، هلأ ليش ما عملوا ما بعرف. من الأسف يعني أنا نفس الشيء كانت عندي هالملاحظة. أنا بدي أشكرك وهو يعكو حال دكتور شطح حاضر معنا دايما على هالطاولة نستلهم يعني اعتداله وبدي أشكرك أستاذ سركيس نعوم اليوم لحضورك اليوم معنا. أهلا وسهلا فيك. شكرا ومنشكر كل المشاهدين اللي تابعونا وإلى اللقاء.